عداوة ري ميستيريو وابنه بعد شغال لسه. البلود لاين وفريق كودي رودز ولعوا الدنيا بالاخير وبرومو جيد جدا وقوي وجدا ساحق. لا تنسوا تدعوا لاخوانا الفلسطينيين ويلا نبلش بالفيديو تاع اليوم. Welcome to SmackDown. Acknowledge me. You can't see me. Uso. Bella. Daddy's back. Punch them first. Understand this. Oh, yes, we are. Oh, man. ابتدينا العرض بدخول ري ميستيريو وراح يواجه سانتوس اسكوبار. طبعا يا جماعة الخير المباراة عبارة عن انه ري ميستيريو قاعد بمسح الارض بسانتوس كوبار، حرفيا هاي الصور قدامكم مسح الارض بسانتوس كوبار، ما خلاله ولا اشي، حرفيا مسح فيه الارض، مسح بكرامته الارض، ما خلاله شغلة. ري ميستيريو حرفيا طول وقته وبس قاعد عم بضرب فيه ما عمل ولا اشي ثاني. اجت اللقطة اللي بنهاية المباراة اللي استفزتني واللي هي انه اجا دومينيك ميستيريو خرب المباراة لابوه. هذا ندلل لك على اشي انه العداوة مستمرة بيناتهم، على الاغلب على الاغلب على الاغلب انه مدامه انهى عداوته مع سانتوس كوبار وخلص تواجهه وانتهت العداوه، على الاغلب انه راح يكمل عداوته مع ابنه وممكن يتواجهوا في الراسلمانيا، واذا تواجهوا راح ينهوا هذيك القصه وخلص، يعني يصير حرفيا ينتهي الموضوع. فانا للامان انقهرت من الموضوع، حبيت انه ري ميستيريو يفوز باول مباراه من عودته ولكن خسر بسبب تدخل ابنه الزفت. ونكمل باقي المباريات اللي هتكون عشان تأهل للقب التاج تيم في الراسلمانيا. أول اثنين تواجهوا أوستين ثيري وشو عبد الشاو ضد الأوسي، وطبعا فاز جريسون وولر وشو اسمه ثيري يعني للأسف. ستريت بروفيتس راح يلعبوا ضد AOP وطبعا فازوا ستريت بروفيتس، واللي راح يلعبوا الأسبوع الجاي ضد أوستين ثيري وشو عبد الشاو. بعد يا جماعة الخير اجت لقطة بتضحك، كيفن أونز قاعد بحكي مع نيك ألدس قبل ما يجوا يدخلوا عليه الأميرتين. طبعا الأميرتين قاعدين بيتخوثوا كيفن أونز، بيقولوا له إنه أنت يا زميل مهتم فيك وأنت عايش في الماضي وأنت أبصر إيش وأنت من الحكي وهذا وفيش حدا بده يكون زميلك. قال لهم بدكم تعرفوا مين زميلي؟ معلم ممكن تكون زميلي. وفجاه خف عقله، هذا خف عقله بالثنين وانصدموا وصار يقول له طبعا بكون زميلك المباراه الجايه، بنشوفكم الاسبوع الجاي. طبعا فيش نيك ألدس صار يقول لهم دير بالكم انا لو من محلكم ما بضلني قاعد هون، ولو اجا كيفن أونز وضربه. وطبعا تحددت المباراه الرسميه والاسبوع الجاي راح يلعبوا ضدهم. مبدئيا الاميرتين اكلوا طبعا يا جماعة الخير شفنا بعد البروم الرهيب، يعني للأمانة أنا مبسوط على عداوة تيلي نايت ويجي ستايلز، يعني طلعوا كيف هيك إنه دخل موضوع الشرطة، زي إذا متذكرين وين شفنا هذا الحكي زمان، تريبل إتش وراندي أورتن بالضبط، يعني رجعوا عملوها بس يعني كانت السيناريو تاع تريبل إتش وراندي أورتن واقعي أكثر لسه. يعني ما للأمانة أنا مستني إشي حلو كثير يكون بالعداوة هاي والمباراة اللي راح تصير في الرسلمانيا، أنا مستنيها بقوة. وهسه بكفينا مماطله ونخش بالمهم. الزعيم نزل من سيارته وهيو دخل على الحلبة حاليا واجا دخل لترايبل تشيف زعيم القبيلة رومان ويتس. طبعا مسك المايك رومان رينز، الوايز مان عمل تحدي الاسبوع الماضي واعطى كلمة، هذا اذا بيني اشي بيني اني انا نفذت كلمته واجيت لحالي، ما في بلود لاين ولا في اشي، وهذا بيني كمان انه انا زلمة قد كلمتي وزعيم قبيلة قد كلمتي. لهيك كودي رودز اطلع هسه قدام جمهورك حتى يعملوا كل الشغل اللي بدهم يعملوها دايما واللي هي To acknowledge me. بعد رومان رينز صار يطلع كودي رودز وهو قاعد بيدخل على الحلبة، طبعا رومان رينز قرفان منه مش مئز منه لأبعد حد، يعني مبين عليه انه مستخري على اخر. دخل بعدها الامريكان كابوس الامريكي المرعب كودي باشا والتقوا الثنين، ورومان رينز صار يقول له سو هينا، يعني هينا زي ما احنا قاعدين، حافظت على وعدي وحافظت على كلمتي ونشوف انت كمان حافظت على وعدك وكلمتك. صار يقول له كودي رودز انه انا زي ما انت كمان زلمه تحافظ على وعدك، انا زلمه حافظ وعودي اكثر منك، فاذا انت جيت لحالك انا كمان جيت لحالي. صار طلع في رومان رينز صار يقول له يو ار فول، يعني انت حمار يعني او احمق، قاعد عم تزعم بهاي الامور كلياتها انه انت راح تكون واجهه الدب دبليو اي، وقاعد عم بتقول انه انت راح تكون واجهه وانه انت راح تحل محل الكل، انت احمق انت غبي، انت ما راح تقدر تعمل اي شيء، ما راح تقدر تعمل الانجاز اللي انا عملته ولا راح توصل نص الانجاز التاريخي اللي انا عملته. عارف انت يعني لما تحكي عن القصه تاعتك وانك بدك تنهي الستوري ويو فينيش ذا ستوري ومن الحكي وهذا، ما حدا مهتم ولا حدا مهتم بهذا الموضوع، فانت شو بدنا نشوف يعني شو انت عملت الشهر الماضي اصلا، شو عملت بس قعدت تدخل تحاول تجيب لطرفك اخوي الاصغر مني سيث رولينز، يعني من كل عقلك انا كنت بذا شيلد قبل هيك وكنت مع سيث رولينز، يعني انت مثلا بدك توثق فيه، انت بتعرف هذا الحكي. ما بعرف ليش كودي رودز الحمار صار يحكي له انه انت بتعرف مين الفريق
الفريق اللي هزم ذا شيلد لأول مرة. مش عارف إيش دخلها الأمانة، بس يعني كودي رودز عمار بعرف شو يحكي، والله العظيم عمار. بس بعدها صار يقول له يعني أنت مثلا واثق بذروك كمان برضو، ما ذروك كان بده يواجهك في البداية. بعدها صار يسأل الجمهور، صار يقول لهم يا جماعة الخير أنا أوثق بسيث فريكن رولينز ولا لا، وجاوبوا قال لهم سيث فريكن رولينز طبعا بوثق فيه. ورجع سأله إياها كمان مرة، بتقدر توثق بالشخص اللي معاك بالرسلمانيا؟ تقدر يعني توثق به؟ هيك خلينا نعرف مين اللي مسؤول، هل هو الترايبل تشيف ام هو الفاينل بوس. لا يرد عليه رومان رينز، صار يقول له معلم انت خلص، انت بس بدك تضلك تعمل هيك وتضلك تحط حجاج وتضلك دائما توعد وعود كاذب، وابصر ايش خلص خليك مبسوط في الرقم 2 لانه انا طول عمري راح اضل الرقم 1 وانت ما راح توصل للرقم 1 بحياتك كلياتها، فلهيك لا تحاول وخلص انسى الموضوع خليك على الرقم 2 وانبسط فيه. لكودي رودز قال له انا راح اصير الرقم 1 بعد الرسلمانيا، ومد ايده عشان يسلم عليه، بس رومان رينز طق قال له وطلع برا وراح سلم على بول هيمن وطلع برا عامل حركة اللي بيدو. طبعا البلود لاين كانت راح تدمر كودي رودز وكانت راح تنهي على مستقبله كامل، بس اللي صار انه كودي رودز صار يطلع نظرة الجوكر هذه، بعرف شو وضعها، روبن رينز صار يطلع وراه مش عارف شو فيه، الا فجأة Rhodes may have gotten the jump. للأمانة كانت لقطة سينمائية وجميلة للغاية، وخلص العرض على هذا الحال. هم نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، لا تنسوا تحطوا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس، ونشوفكم على الفيديوهات الجاية وحوش. ولا تنسوا يا جماعة الخير تدعوا لي عشان أنا مريض وما أكل هواء، مش عارف إذا مبين من صوتي بس حرفيا ما أكل هواء وتأخرت لصوت الفيديو، وإن شاء الله ألاقي لي دعم. أزرونا أنا وأزركم، ادعمونا ندعمكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.